أعزائي مشاهدي التربوية السورية، أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي العلمي، أسعد الله صباحكم بكل خير. في ندوتنا لهذا اليوم وهي لمادة الفيزياء سنتناول محور الدرس الثالث من الوحدة الأولى وهو نواس ألفت الغير متخامد أو الاهتزازات الجيبية الدورانية. بداية طلبتنا الأعزاء مشاهدينا الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الزملاء غسان إبراهيم الموجه اختصاصي تربية ريف دمشق، غسان الحسام الموجه اختصاصي تربية دمشق. يعني يسعدني أن يكون معي الزميلين العزيزين ومن يشاركانا العناء بتقديم ما هو خير وإن شاء الله ذو فائدة لأبنائنا الطلبة. طلبتنا الأعزاء، أتمنى من الطلبة الأعزاء أن تكون اتصالاتكم محصورة بدرس عنوان الندوة لنتمكن من الإجابة عن جميع التساؤلات المحيطة به، لنتمكن من الإحاطة بمفاهيم الدرس ومفاهيم عنوان الوحدة بشكل كامل. أسعد الله صباحكم زملائي الكرام. أستاذ غسان، نواس الفتل نحن مررنا عليه خلال العام الدراسي ومررنا عليه في ندوة سابقة، الآن في ندوة تحصيلية. كيف لنا أن نوجز أفكار درس النواس الفتل غير المتخامد؟ صباح الخير أستاذ بشار، لك وللأستاذ المشاهدين وأبنائنا الطلبة طلاب الصف الثالث ثانوي العلمي. حقيقة يعني أخي بشار، هذا الدرس يأتي بالترتيب، هو الدرس الثاني في وحدة الحركة والتحريك، وهو مثالا على الحركة الاهتزازية الجيبية الدورانية. نواس يتقاطع مع النواس المرن كذلك، تقاطع مع الحركة الجيبية الانسحابية، نعم، مع فوارق يعني يدركها الطلاب جيدا. هي نعم. بالمعظم كتوابع زمنية وكمسببات حركة، يعني على فارق أن هنا الحركة دورانية وهناك الحركة انسحابية. نعم. فكما تحدثنا عن قوة إرجاع في النواس المرن، هنا لابد الحديث عن عزم إرجاع لأن الحركة دورانية، وطلابنا الأعزاء يعلمون أن الحركات الانسحابية مسبباتها هي القوى، أما الحركات الدورانية مسبباتها هي عزوم القوى. وهذا الدرس يعني بالميدان أخي بشار، الطلاب يستسيغوه، يحبوه هذا الدرس لأنه درس يأتي وكأنه تطبيقا للنواس المرن. يعني بعد أن عانى الطالب المتعلم في بداية العام من الاشتقاقات للتوابع الجيبية وجملة من المعارف الجديدة، الآن هو سيدخل إلى نواس الفتل وهو ملم بما يقارب 70% أصبح ممتلكا لما يحتاجه، المعرفية التي يحتاجها أصبحت جاهزة. فلذلك نحن بعجالة سندخل مباشرة في نواس الفتل. نواس الفتل يعرض في هذا الكتاب بثلاثة أشكال، بالمحصلة سنصل إلى التعريف لها. نعم. إما أن تكون ساق معلقة بسلك فتل، أو ساق عليها كتل معلقة بسلك فتل، أو قرص معلق بسلك فتل، والتعليق دوما يكون من مركز عطالة الجملة. نعم. حتى يتم التوازن في مستوى أفقي، والحركة تتم بهذا الشكل في مستوى أفقي. نعم. لأن الرسم التخطيطي يوضح أن الساق تتحرك هكذا رسما، لكن بالحقيقة أن هي تتم في مستوى أفقي. نعم. لذلك كانت الرسومات بعد الإزاحة منقطة، دليل أنها تتم في مستوى أفقي. في هذا البحث أخي بشار، المعارف الأساسية، يعني سنبدأ بما هي القوى المؤثرة في حالة التوازن وفي حالة الحركة في الجملة، إضافة إلى العزوم، عزوم هذه القوى، فعزم الإرجاع، يعني ما يسمى بالدراسة التحريكية، ثم استنتاج التوابع الزمنية. نعم. ودور النواس. نعم. بعد أن نحيط بهذه المعارف الأساسية في البحث، طبعا سندخل في العوامل التي تغير الدور، كيف نحسب بقية المقادير الفيزيائية التي تخص نواس الفتل غير المتخامد. أستاذ غسان إبراهيم تناول أن موضوع نواس الفتل أنه ساق أو جسم قرص، ساق بكتلة أو من دون كتل،
يعني أيا كان، معلقة من مركز العطالة مع عطالتها إلى سلك فتل. هنا يعني أنا أضم صوتي لطلبتنا الأعزاء، يعني مزدوجة الفتل هي يعني لا تشاهد بالعين مجردة تماما، يعني لو تتكرم حضرتك هيك تعطينا فكرة عن مزدوجة الفتل، كيف تنشأ، مما تنشأ، لتكون يعني موجودة بأذهان الطلاب بشكل راسخ أكثر. نعم. بداية أرحب بأبنائنا الطلبة وأرجو الفائدة للجميع وأن يستفيدوا من هذه الندوة على أتم وجه. نعم. تكملة لما بدأ به الأستاذ غسان، هناك ترابط كبير بين نواس المرن ونواس الفتل. إن لم يستطع الطالب فهم نواس المرن، يستطيع من خلال نواس الفتل أن يرمم. نعم. ما نعم. نعم. صدقت. نعم. وإن كانت هناك صعوبة في فهم نواس الفتل، هو قادر على أنه أن يستدرك ما فاته أو ما بعض الإشكالات التي أكيد. وقع بها. فإذا هما نواسان مترافقان، أحدهما انسحابي الآخر دوراني، هذا الفرق. نعم. الفارق. هناك فارق آخر أنا نوه له الأستاذ غسان أيضا فيما يخص يعني نواس المرن مؤلف من جسم ومعلق به نابض. نعم. لا نغير كثيرا في كتل او في ثابت صلابة النابض. هنا لا، الامكانية صارت اصبحت اوسع. نعم. قليلا بامكاننا ان نغير السلك، بامكاننا ان نغير نحمل كتل، بامكاننا ان نغير السلك. لا نقصد طبعا كلامك لا يعني طول. بالضرورة لا يعني بالضرورة اننا لا نستطيع ان نغير، حقيقة نستطيع أن طبعًا نغير، لكن طبعًا. نظرا لحجم المعارف والأفكار التي يحتويها درس نواس المرن، يعني تجاوزنا ذلك إلى الدروس التالية كون معارفها يعني كحجم أقل مما هي عليه في نواس المرن. نعم. الآن سنعرض حتى يلم طالبنا بمعنى كيف ينشأ عزم الإرجاع، ينشأ عزم. نعم. الإرجاع ومزدوجة الفتل. نعم. ومن ثم نبدأ، يعني أصبحت المعلومات كاملة لديه الآن. نعم. سنعرض الآن مزدوجة الفتل. هذه المزدوجة نقوم نحن بمدير الساق، مدير الساق. نعم. طبعا هنا الرسم يوضح هذا هو السلك. نعم. وهذا نص قطر السلك والقوى التي تؤثر فيه. نحن مشكور أستاذ غسان، يعني هالرسم التوضيحي والفيديو التوضيحي الذي يوضح كيف يتم فتل السلك وكيف يدور. نعم. تمام. وهنا تنشأ زاوية هي زاوية الفتل. نعم. تيتا. لو أخذنا الفيديو الآخر، هنا نحن عندما نقوم بتدوير السلك تنشأ في السلك مزدوجة تعيق أو تقاوم هذا الفتل. فنلاحظ هنا لو بدأنا من البداية نكمل، نلاحظ هنا أن مزدوجة الفتل بدأت بالظهور عندما قمنا بتدوير الساق. نعم. طبعا أنا قصدت هنا الخط المستقيم، هو سأوقف. نعم. الفيديو. هذا الخط هو الساق التي نعلقها أو القرص أو. نعم. أي. نعم. جسم معلق من مركز ثقله. هذه المزدوجة في البداية تكون شبه أو عفوا معدومة بالبداية مع دوران زيادة الدوران. نعم. تنشأ هذه المزدوجة. ولاحظ هنا أستاذ بشار أيضا الزاوية، زاوية الفتل. نعم. هي نفسها الزاوية. نعم. هنا. نعم. فمزدوجة الفتل. طيب عندما نزيل سبب دوران الساق، تعمل هذه المزدوجة على إعادة الساق إلى وضعها الأصلي لتأخذ بالاهتزازات يمين بالاتجاه المعاكس، لأنها المعاكس. كسبت تسارعا زاويا. تمام. كافيا لي أن ينقلها إلى الوضع فهذا المناظر. مقصود. نعم. بموضوع مزدوجة الفتل والاهتزازات. إذا من هنا تنشأ مزدوجة الفتل، سببها السلك نفسه. نعم. تمام. إذا عندما نقوم أخي غسان بتدوير الساق أو الجسم. نعم. فسيدور معها سلك الفتل، وبالتالي دوران سلك الفتل سيؤدي إلى نشوء ما يسمى بمزدوجة فتل تمانع استمرار الدوران، وعزمها ثابت بالقيمة الجبرية. الطالب هو يعلم تماما أنه يعطى بعلاقة ناقص كي بتتا بزاوية الدوران، وكي هنا هي ثابت فتل السلك.
يعني مشكورين انه توضحت الافكار هلا اللي هي يعني لو عاد الطالب اخي غسان لدراسه نواس الفتل، دراسه نواس الفتل مستذكرا ما مر معه في نواس المرن، هنا ببساطه شديده سيعلم تماما ان هناك قوى ثقل وتوتر نابض، هنا قوه ثقل وتوتر سلك التعليق، لكن هناك مسببات الحركة، تطبيق علاقة أساسية في التحريك، هنا تطبيق علاقة أساسية في التحريك الدوراني، كون نعم. الفعل أو كون الحركة حركة دوراني. دورانية، أليس كذلك؟ نعم. اسمح لي قليلا أخي بشار. تفضل. أود أن أتحدث عن مزدوجة الفتل. نعم. هذا المفهوم قد مر في بحث التحريك الدوراني بالعام السابق. نعم. صف الحادي عشر. نعم. وهناك قد قلنا أن مزدوجة الفتل يعني حتى لا يتم الربط بين الساق ومزدوجة الفتل للإيضاح فقط، مزدوجة الفتل لها علاقة بالسلك. نعم. حتى ولو لم يكن معلق به جسما. نعم نعم. عندما يتم تدوير السلك تنشأ في على طرفي المقطع العرضي للسلك. نعم. قوتان متماثلتان، شدة متعاكستان، جهة متوازيتان، نعم. نسميها مزدوجة فتل. عزم هذه المزدوجة عزم هذه المزدوجة هو من يعيد السلك إلى وضعه الطبيعي. نعم. بمعنى عندما يتم تدوير السلك أخي غسان يعيش السلك حالة قلق، حالة توتر. نعم. هو يريد أن يعود إلى وضعه الطبيعي كما النابض تماما، عندما نضغط النابض ونزيل حركة يعود إلى وضعه الطبيعي، عندما نشده يستطيع النابض ثم نزيل يعود إلى وضعه الطبيعي. وهنا أيضا أخي غسان سلك الفتل، فإن تمت الإزاحة نحو اليمين أو نحو اليسار أينما كان نحن فتلنا السلك دورنا بزاوية التاء، بالتالي هذا السلك سينشأ به مزدوجة فتل. عزمها هو من يدير يعيد السلك. نعم. كما عزم ارجاع. نعم. نسميه عزم. وهي مسألة لأن عزم كل من قوة الثقل وقوة توتر السلك عزمهما معدوم لانطباق حاملهما على محور الدوران اللي هو سلك التعليق، وبالتالي يبقى لدينا عزم المحصل هو عزم هذه المزدوجة وهو عزم ارجاع يتناسب. لذلك يعني كانت تسمية النواس نواس فتل، نواس فتل. نعم. لأن عزم مزدوجة الفتل هو المسبب الفيزيائي لهذه الحركة. نعم. طيب لندخل أكثر بتفاصيل الدرس، نكتب أو نرسم. يعني إذا افترضنا أخي بشار أن لدينا نواس فتل يتألف من ساق متجانسة. نعم. هذه الساق المتجانسة، كلمة متجانسة تفيد بأن مركز عطالتها في المنتصف. عندما يعني لو استاذ غسان لو ناخذ على اليسار شوي، على اليمين عفوا شوي. لا نعم نعم مشكور. يعني وعلقناها اخي بشار بسلك فتل شاقولي من مركز العطالة لتوازنت في مستوى افق. ما هيك غسان؟ تمام. الان القوة الخارجية المؤثرة على هذه الساق سيكون دبليو وتي. استاذ بشار الان. نعم. هذه الساق فقط معلقه بسلك الفتل ولم تتم وهي متوازنه في الوضع الافقي. نعم. نعم نعم. القوى الخارجيه الان دبليو وتي، لا يوجد لدينا مزدوجه فتل، ولكن عندما ندير الساق عن وضع التوازن بزاويه التا تنشا في السلك التا، فأصبح لدينا ثلاثة قوى، قوة الثقل وقوة التوتر، والقوة الثالثة هي متمثلة بمزدوجة الفتل التي هي عبارة عن قوتين. شو رأيك نتابع بعد ما ناخذ اتصالنا مع شاكر؟ صباح الخير يا شاكر. أهلا صباح النور. يسعد أوقاتك أستاذ. يسعد أوقاتك حبيبي. شو سؤالك؟ تفضل شاكر. أستاذ بس في عندي سؤال بوحدة الإلكترونيات صفحة 216. شاكر يعني أنا سأسجل سؤالك، ولكن إن تمكننا من الإجابة عليه سنجيب، ولا وإن لم نتمكن سأؤجله إلى وحدة الإلكترونيات. تفضل شو سؤالك؟ بس الإجابة على السؤال أولا اختبر نفسي صفحة 216. نعم خلص اختبر نفسك. وأستاذ وشرح نظرية تحول الطاقة الكهربائية لطاقة ميكانيكية بالمحرك. نعم.
هدول مني الأسئلة. طيب شكرا لاتصالك شاكر. لما صباح الخير يا لما. صباح النور استاذ، كيفكم؟ يسعد صباحك، كيفك انت؟ الحمد لله منيحه. دراستك كيفها؟ الحمد لله. تفضلي لما، شو سؤالك يا بنتي؟ استاذ بس بمسائل الالكترونيه في حال جابوا لنا اياهم بيعطونا ثابت بلانك وهدول ولا مطلوب منا حفظهم؟ لا بنتي، ثابت بلانك وهدول الثوابت الكونيه تعطى في نص المساله ان لم تكن هي مطلوبه، لانه احيانا يطلب منك انك تتاكدي من قيمه ثابت بلانك. يعني مثلا بالفعل الكهروضوئي ممكن انه يعطيك طول موجة النزع ويعطيك طول موجة الضوء الساقط ويعطيك طاقة، يعني الطاقة الحركية التي يخرج بها الفوتون، بالتالي يعني طاقة فوتون عفوا، بالتالي بيطلب منك حساب ثابت بلانك. يعني هون تطبيق مباشر. إن لم يكن مطلوب حساب أحد الثوابت فتعطى القيم في نص المسألة يا لما. ايه ما في استاذ. في شيء ثاني، سؤال ثاني عندك؟ لا شكرا كثير. شكرا لاتصالك لما. تفضل اخي السالم. نعم. اذا الان بعد الازاحه قلنا خضعت الساق الى هذه القوة الثلاث، وعندما تترك حره نحن نلاحظ انها تهتز. نعم. تعود الى وضع التوازن ثم تتابع بنفس المناظر بنفس قيمه الزاويه التي ازيحت بها. نعم. ثم تعود الى وضع التوازن ومن ثم الى قيمه تتا لتكرر حركتها بشكل مستمر. نعم. فهنا نقول ان هنا في الوضعين الطرفيين كما في النواس المرن تتا تساوي تتا ماكس. اذا اخذنا اتجاها موجبا بعكس جهه دوران عقارب الساعه فستكون هنا تتا تساوي زائد تتا ماكس، وفي المطال المناظر ستكون تتا تساوي ناقص تتا ماكس، وهنا تتا تساوي الصفر. نعم. بمعنى ان الزاويه او المطال ما سنطلق عليه الان اسمها زاويه، بعد قليل سنسميها المطال الزاوي. نعم. سيتغير المطال الزاوي بين قيمتين حديتين ومن زائد تتا ماكس الى ناقص تتا ماكس مرورا بوضع التوازن الذي ينعدم عنده المطال. نعم. عندما تهتز هذه الساق نكون قد تشكل لدينا نواس الفتك. وبما ان هذه الطاقه او هذه تتا ماكس نعم لا تقل اثناء الحركه، على افتراض ان التحامض غير موجود، وبالتالي نعم الضياع او نكتفي بالهزات نعم الخمس او العشر الاوائل سيكون ضياع في الطاقه مهملا. نعم. في هذه الحاله سنعتبر ان الطاقه الكليه ثابته فسندعوه نواس ثقه نواس فتل غير متخن. نعم. الان إذا أردنا أن ندرس حركة هذا النواس تشابه تماما النواس تشابه تماما، ولكن على فروق اختلاف الفرق، هناك طبقنا العلاقة الأساسية بالتحريك وهنا سنطبق العلاقة الأساسية بتحريك الدوران. هناك أخذنا قوى، هنا عزوم. سنأخذ عزوم هذه القوى، وكما قلت أنا منذ قليل يعني هي القوى الثلاثة الموجودة، قوة الثقل، توتر السلك، و مزدوجة الفتل. عمليا عزم قوة الثقل وتوتر السلك معدوم لانطباق الحامل على سلك الفتل الذي هو محور الدوران. فيبقى لدينا مزدوجة الفتل وعزمها ناقص كي بتتا، هي تتناسب طردا مع المطال وتعاكسه بالإشارة. إذن يعني يستطيع الطالب أن يكتب العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني واستنتاج معادلة التفاضلية. نعم. كما حصل تماما بنواس المرين نفس الدراسة، ويصل إلى العلاقة يعني ناقص كي بتتا يساوي اي دلتا بالفا، او الفا هي المشتق الثاني للفاصل الزاوي. هنا يحصل على معادله، اليس كذلك اخي غسان؟ نعم. معادله تفاضليه من المرتبه الثانيه. هناك عرض استاذ غسان الدراسه النظريه ان وجدت الدراسه النظريه. لا لا لا, لا يوجد دراسه نظريه حاليا. يعني الدراسه نعم. الدراسه النظريه اخي بشار، يعني نحن كل اهتزاز يعني في الفيزياء نصفه بمعادله تفاضليه، وباعتبار الحركة اهتزازية هنا سنصل إلى معادلة تفاضلية من الشكل تتا فتحتين يساوي ناقص كي على اي دلتا بتتا، وهذه تقبل حلا جيبيا، وهذه المعلومات أصبحت في متناول يد كل طالب من طلابنا الأعزاء يفهمها تمام، يستطيع أن يتعامل معها ويصل إلى الدور في النهاية. يسعد أوقاتك يا محمد. يعطيك العافية. يا أهلا. بس بدي أعرف أنه بالنسبة للجرد اللي عملته للمدارس لوين واصل معنا؟ هي اول سؤال. السؤال الثاني، ممكن يجينا سؤال انه طلب بالمسائل
كان بالحادي عشر او هيك مو موجود بكتاب بكالوريا ولا لا؟ محمد يعطيك العافية. أول شيء يا محمد، وزارة التربية بتوزع خطة من بداية العام الدراسي، خطة توزيع المفردات، مفردات المنهاج أو مسميها الخطة الدرسية لمادة الفيزياء والكيمياء، يتم توزيعها على المدارس في كل القطر. وهذه الخطة تلحظ كل العطل الرسمية، وبالتالي يعني هي خطة موضوعة بكل دقة تواكب أيام العام الدراسي بشكل كامل. يعني نحن بدأت الظروف التي أجبرتنا على يعني ظروف التفشي المرض والاحتياطات أجبرتنا أن نتوقف في 14/3، فما أخذ لغاية 14/3 أنتم مطالبين به بالخطة الدرسية هو يكاد يكون عند الأشعة المهبطية. نعم. يعني في الدرس الثالث من وحدة الإلكترونيات، ولكن كما قال السيد الوزير أيضا البارحة وقبل ذلك، قال بأن الطالب لن يحاسب على أو لن يختبر بمعلومات لم يأخذها. فلدى الوزارة خطة لتعويض الفاقد، وإن شاء الله يعني ستعلمون بها حين الانتهاء منها. على كل يعني أنا كرأي شخصي محايد الآن، عليكم بأن تدرسوا المقرر. يعني هناك دروس في الفضائية التربوية، تقوم الفضائية بتقديم الدروس في جميع المواد. أيضا هناك المنصات التربوية على اليوتيوب أيضا تقوم بتقديم الدروس، ومعظم المدارس قد أنشأت مجموعات عمل، مجموعات واتس، ويتم شرح الدروس عليها. وبالتالي يعني أنتم كطلاب تدرسون في البيت وتوجهون الأسئلة إلى الفضائية التربوية، إلى موقع الوزارة، إلى المنصات، إلى يعني مدرسيكم، وستحصلون على الإجابة. وإن شاء الله يعني الوزارة ستضعكم في تفاصيل القادم من الأيام إن شاء الله. في شيء ثاني يا محمد؟ بس مشان انه ممكن يجينا طلب من الحادي عشر معي وموجود بكتاب بكالوريوس ولا لا، ما فيك شيء؟ طيب محمد انا حسألك سؤال، يعني اذا سألتك هلا بنواس الفتل، نحن قلنا نقوم بتطبيق العلاقه الاساسيه في التحريك الدوراني، اليس كذلك؟ تمام. طيب وين اخذها انت لهيدي العلاقه؟ بالحادي عشر. الحادي عشر، اذا انت الان في اختبار الشهاده الثانويه. يعني لم يقل لك الاختبار أنه امتحان الصف الثالث الثانوي العلمي، هو امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. وبالتالي أنت كطالب صف ثالث ثانوي علمي، أنت تلقائيا تقوم بحصد ثمار السنوات الثلاث التي درستها في هذه المرحلة. أنت تطبق العلاقة الأساسية في التحريك وهي في صف العاشر، تطبق العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني وهي في الصف الحادي عشر. أيضا قانون كولوم، قانون كولوم بالحقل الكهربائي، قانون الحقول الكهربائي، كل ذلك مر معك في العاشر والحادي عشر، وهي هي في موجودة في كتاب البكالوريا. لذلك لا لا يعني لا يجب أن يكون لديكم القلق من ذلك. فقدنا اتصال أخي غسان. حتى أستاذ بشار، وإن لم يكن من مادة الفيزياء، نعم نحن في جميع المواد المعرفية المتواجدة لدى الطالب، يعني مثلا بمسائل الفعل الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي صف التاسع، يريد أن يعرف مساحة الدائرة ومساحة المربع ومساحة المصفى. هذه معلومات يعني يجب أن يستثمر كل ما تعلمه في المرحلة السابقة خاصة بمعالجة الأمور المعرفية، خاصة زملاء، يعني أنه أصبح الآن في الصف الأخير من التعليم ما قبل الجامعي، يعني أصبح ممتلكا لذخيرة معرفية كافية تؤهله لأن يجيب عن أي تساؤل كان. وعندما يعطى في نص المسألة إطار مربع الشكل عليه أن يعود إلى الرياضيات ليطبق مساحة المربع. صح. عندما يعطى يعني كل هذه المعلومات ملف وشيعة. نعم نعم. لنعود إلى ما كنا قد بدأناه في الدرس أخي غسان. نعم. إن أردت نستنتج يعني أنا دراسة لا لا يعني أتوقع أن الطلاب هم نقوم بحل إحدى المسائل أستاذ غسان. نعم. قبل أن ندخل إلى الحل، يعني أنا لفتني بكلامكم مقولة أن تغيرات الدور
استاذ غسان ابراهيم قال انه يعني هنا سندخل لتغيير الدور، واستاذ غسان الحام قال يعني الفرق بين نواس المرن ونواس الفتل اننا هنا ندخل الى تغيير سلك، الى تغيير. طب السؤال، التغيير الذي قد يحصل على النواس ماذا سيغير من طبيعه حركه النواس؟ هل سيغير شيء من طبيعه الحركه يا غسان؟ هي طبيعه الحركه ثابته، تبقى جيبية دورانية. جيبية دورانية. والتوابع الزمنية هي ناظمة. نعم. للنواس مهما كانت مكوناته. نعم. نفس التوابع الزمنية. ولكن إذا ما الذي يتغير؟ إذا أخذنا عبارة الدور الخاص أخي بشار. نعم. اثنين بي تحت الجذر آي دلتا على كي. الآن هذه العلاقة تقول أن الدور يتعلق بعاملين. العامل الأول هو الجذر التربيعي. يعني هنا بكتابتك أخي غسان، بكتابتك للعلاقة هنا أعود لأذكر طالبنا العزيز محمد وبقية طلابنا، يعني هنا معرفة رياضية، يعني عندما يرى أن تي زيرو يساوي إلى 2 بي تحت الجذر آي دلتا على كي، هو يعرف، هو ينطلق من الرياضيات أن التناسب طردي مع البسط وعكسي مع المقام. نعم. وبالتالي هنا يعني يستطيع أن يستدل أن زيادة عزم العطالي ستؤدي إلى زيادة الدور، ونقصان عزم العطالي سيؤدي إلى نقصان الدور. هذه علاقات رياضية. نعم. هنا يعود للربط مع الرياضيات، وهذه معلومات من سنوات سابقة. أخي بشار، الكتاب أخذ بعين الاعتبار. نعم. يعني عندما نقول أن هناك تناسبا طرديا بين تي زيرو وآي دلتا. نعم. يجب أن يكون كي ثابت، وعندما يكون تناسب عكسي بين تي زيرو وجذر الكي يجب أن يكون آي دلتا ثابت. لذلك الكتاب لم يتناول إلا هذه الحالات. نعم. يعني نعم. ثبت مقدار وغير مقدار آخر. الآخر الآن عزم العطالة يتغير بحالتين أخي بشار. قبل أن تكمل، يعني هنا لفتني إلى مشكورة، لفتني إلى ناحية، أبناء الطلاب يعني لا يرد في نص المسألة أن غيرنا طول سلك الفتل وبالوقت نفسه غيرنا من عزم عطالة الجملة. فكما تفضل الأستاذ غسان مشكورا، يعني أننا نثبت مقدار من المتغيرات الذي هو إما آي دلتا أو كي. نعم. نثبت كي نغير آي دلتا، نثبت آي دلتا نغير كي فقط. نعم. يعني هذه الحالة اللي نحصل على تناسب طردي مع الجذر أو عكسي. نعم. نعم. الآن كيف يتغير عزم العطالة؟ إما أن نحمل كتل، وإما أن نزيل، أن نقرب، أن نزيلهم. نعم. أو أن نقرب الكتل من بعض البعض أو نبعدهم. نعم. بالتالي عندما نقول تم تحميل كتل على طرفي الساق، أي نحن غيرنا عزم العطالة. نعم. أو أبعدنا الكتل عن بعضهم أو قربناهم، لأن عزم العطالة له علاقة ببعد الكتلة عن سلك الفتل. أما ثابت الفتل له علاقة أخرى أخي غسان، كي يساوي كي فتحة باثنين آر أس أربعة مقسوما على إل سلك الفتل. نعم. استاذ غسان، يعني الورقه اللي تكون. نعم نعم تفضل. الان هنا يجب على الطالب الانتباه لموضوع ثابت فتل السلك. انا حتى لا يفهم من كلامنا اننا لا يمكن ان نغير كل من ثابت فتل وعزم العطالي، ولكن مسائلنا وافكارنا بنيت أن أغير أحدهما وأثبت. نعم نعم طبعا. أما نحن نستطيع أن نغير، يعني هو قال أستاذ غسان إبراهيم، وأنا كررت ذلك، أن في كتابنا أخذنا هذه الحالة فقط. نعم. تمام. لم نأخذ حالات أخرى، تركناها لمن يود التخصص في المستقبل بهذا الشيء. نعم. فيما يخص علاقة الدور، وممكن أن أحصل على نواس جديد. نعم. بدور جديد ممكن أن أقوم بتقصير طول سلك الفتل. طبعا هنا أكثر شيوعا هو أن نطيل طول السلك أو نقوم بتقصيره. نعم. لو كتبنا أستاذ غسان العلاقة، علاقة الدور مع الثابت، يعني وضعنا الثابت الكي ثابت الفتل، يعني نعوض عن كي في علاقة، نعوض عن كي بالمقام كي فتحة، أن ال هي. نعم. موجودة في بسط الكسر ما تحت الجزر. نعم. تي صفر تساوي 2 بي تحت الجزر آي دلتا مقسومة على كي فتحة باثنين آر أس أربعة على ال على ال تطلع، نضرب بمقلوب المقام وبتطلع على البسط. نعم.
الآن نلاحظ أن الدور يتناسب طردا مع الجذر التربيعي لطول السلك. نعم. فأستطيع أن أقول كما أيضا أن 2 بي سنكتب أستاذ غسان إذا سمحت كونست بجذر طبعا على اعتبار أن بقية مقادير ثابتة. ثابتة. نعم. إذا فهنا نود من الطالب أبناء الطلبة أن يستوعبوا هذه العلاقة، يعني العلاقات فهم العلاقة وفهم تطبيقها هي ذخيرته في الامتحان. حقيقة هي يعني عملية الرياضيات أكثر منها فيزياء، يعني هنا تطبيق لمفاهيم رياضية يعرفها بقدر ما يستطيع الطالب فهم المدلولات العلاقة والوحدات المستخدمة وآلية تطبيق القانون. يعني الأستاذ غسان كتب هنا العلاقة للدور ثابت بتحت جذر L. نعم. فأنا أستطيع أن أتلاعب بطول سلك الفتل، حالة أولى أقسم السلك لقسمين متساويين وأعلق الساق بأحد السلكين، ممكن أن أعلق الساق بسلكي فتل. نعم. معاً. يعني هنا موضوع أنه أن أغير من نواس أول إلى نواس آخر أمر أصبح سهل، ليس صعبا. نعم. معالجته. أعتقد أستاذ غسان لديك ملاحظات قبل أن نبدأ بحل إحدى. بس إيضاح لفكرة التعليق بسلكين أخي بشار، إن كان الساق أو الجسم معلق بسلك واحد نحن نقسم على كي. تمام. ولكن إذا علق بسلكين فنحن نقسم على كي زائد كي فتحة. نعم. أو كي واحد وكي اثنين، وإن كانوا متماثلين بصير اثنين كي. بس بصير اثنين كي. نعم. يعني لنوضح أيضا هنا عند التعليق بسلكين أصبحت الساق خاضعة لعزمي إرجاع. طبعا هي قادمة لذلك, لذلك. نعم. جمعنا الثوابت حل المعادلة التفاضلية بالزوجتي فتل. تمام. فينتج. نعم. نعم. يعني أشهر تطبيقات لموضوع نواس الفتل وحل مسائله إذا ورد سؤالا مثلا ضمن مسائل كما المسألة الثالثة في مسائل الكتاب. نعم. ممكن أنا أقسم سلك الفتل لقسمين متساويين وأعلق الساق أو أعلق القرص بنصفي السلكين معا. إضافة أيضا إحدى الملاحظات على موضوع الدور، نستطيع أيضا أن نبقي السلك كما هو، يعني لا نغير بطول السلك وإنما نغير بعزم العطالي، كأن أعلق كتلتان متساويتان ضمن الساق، يعني أعلق كتلتان متساويتان وبعد بينهما أو أقرب بينهما. نعم. أيضا هنا يتناسب الدور طردا مع جذر التربيعي لعزم العطالة. يعني ندخل الى تطبيق اخي غسان، ولو كان يعني اكثر شموليه، لانه يعني لم يعد لدينا الاخيره الدرس المساله الثالثه. نعم. فعلا هي اشمل. نعم. هي تعالج كل الحالات. ساق افقية متجانسة طولها يعني استاذ غسان لو بما انك تكتب تتولى مهمه الكتابه فلو نعم انتبه قليلا الى الكتابه، يعني عندما يكون الكتابه غير واضحه بدك تنبهنا استاذ بشار. طيب يعني اول خلينا نبدا الورقه من الاعلى. نعم. نزلها لتحت شوي استاذ غسان لتحت. نعم نعم نعم. الحدود واضحه، طولها 40 سنتي الأربعين سنتي، معلقة بسلك فتل شاقولي يمر من منتصفها. ندير الساق في مستوي أفقي بزاوية تيتا تساوي 60 درجة. أستاذ غسان أنا أقوم بالتحويل. نعم. لأنه الطالب يعرف أنه في جميع صنوف الفيزياء الزوايا تقدر بالراديان. بالراديان. نعم. لا نعوض بالدرجات. نعم. انطلاقا من وضع توازنها ونتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة تي تساوي الصفر. إذا شروط البدء أوميجا تساوي الصفر في تي تساوي الصفر. فتهتز بحركة جيبية دورانية دورها. يعني هذه المقادير تسمى أخي غسان شروط البدء. البدء. أي هي قيم أوميجا وتيتا عندما تي تساوي الصفر. فتهتز بحركة جيبية دورانية دورها الخاص تي صفر يساوي واحد ثاني. نعم. فإذا علمت أن عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك الفتل يساوي
اي دلتا حول سي. نعم. 2 بعشرة أس ناقص 3 كيلو جرام متر أس. نعم. مطلوب استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله. أخي نشار هنا حبذا أن تضيء على حزم عطالة الساق إن كان محور الدوران مارا من مركز عطالتها أم غير مار. نعم. يعني في نواس الفتل لا نطبق هايجنز. نعم. لا يوجد. نعم. هايجنز. نعم. بنواس الفتل لا يوجد هايجنز لأن محور الدوران يمر دوما من مركز العطالة. نعم. لأن نظرية هايجنز قد مرت معه في العام السابق. يعني سأضيف لما تفضلتم بذكره أنه في حالة تغيير الكتل المعلقة بالجملة، يعني في حالة تغيير كتلة الجملة سيتغير عزم العطالة. لكن في أي من الأحوال لا نطبق هايجنز في نواس الفتل. نعم. إذن نظرية هايجنز والتي تنص على أن عزم عطالة أي جملة حول محور لا يمر من مركز عطالتها يساوي عزم عطالة هذه الجملة حول محور مارا من مركزها، مضافا إليه جداء كتلة الجسم في مربع البعد بين محور الدوران ومركز العطالة، هذه النظرية لا تطبق، لا مجال لتطبيقها في نواس الفتل. علينا أن ننتبه أن عزوم العطالة تجمع، فأنا إن كان لدينا ساق ومعها كتل معلقة فيها فهنا عزم عطالة الجملة هو عزم عطالة الساق مضافا إليه عزم عطالة الكتلة الأولى والثانية وهكذا. نعم. إشارة لزملائنا المدرسين. نعم. نحن نتحدث عن نواس الفتل وفي إطار كتابنا. نعم. نعم. وفي إطار تمام. كتابنا تمام. حتى لا يؤخذ علينا شيء. نعم. نحن نتحدث في إطار كتابنا. أكيد. إذا الطلب الأول استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله العام تتا تساوي، طبعا نكتب شكل العام، شكل العام للتابع تيتا ماكس كوساين أوميجا زيرو تي زائد فاي. نعم. طبعا أستاذ غسان نلاحظ تيتا عندما وضعت ضمن نص المسألة والتي حولناها تيتا تساوي 60 درجة وتساوي بي على 3 راديان. نعم. هذه الزاوية طالما ورد في نص المسألة أن دالة زاوية مقدارها بي على 3 راديان وتركت دون سرعة ابتدائية، نفهم من هذا الكلام أن هذه هي تيتا ماكس، أي أوميجا تساوي صفر تيتا تساوي بي على 3 راديان، هذا يعطي أن تيتا ماكس هي بي على 3 تساوي بي على 3. طبعا يعني انت كتبت ان اوميجا تساوي الصفر سرعة الزاوية. نعم. تمام. اذا حركة، اذا انطلق المتحرك الجملة انطلقت في لحظة بدء الزمن من موضع مطاله تتا لا على التعيين دون سرعة ابتدائية، فهذه القيمة هي السعة، سعة الحركة، وهي تتا ماكس. نعم. هنا يجب أن أشير لطلبتنا الأعزاء أنه يعني أن تعود تتا تساوي تتا ماكس تساوي بي على 3 مثلا في مثالنا هذا راديان مباشرة دون إسناد، فيعني هناك ضياع لجزء من العلامة سيكون، عليك أن تستند إلى شروط البدء، يجب أن تذكر صراحة أثناء الحل بما أنه ترك دون سرعة ابتدائية في اللحظة تي تساوي الصفر فإن تتا تساوي تتا ماكس، هكذا تنال العلامة كاملة، يعني أو تكتب بشكل رموز أوميجا يساوي الصفر تي تساوي الصفر أوميجا يساوي الصفر وتيتا تساوي مقدار الزاوية المعطاة في النص، عندئذ كما كتب أستاذ غسان عندئذ درجة بتكون كاملة أو بتنال الدرجة بشكل الكامل. إذا علينا أن نكتب المفاهيم متكاملة لا أن نكتب جزء نريده يعني لا نجتزئ بالحل. بالنسبة للسؤال الأول استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقا من شكله العام، نقصد هنا البحث عن ثلاث ثوابت. أول ثابت وجدناه هو تيتا ماكس، نبحث عن الثابت الآخر أوميجا زيرو أو أوميجا صفر النبض الخاص، وهناك ثابت يعني معي على التليفون خلينا نبحث عنه بعدين نرجع نبحث عن ذوك. أحمد يعطيك العافية. أحمد أنا مرحبا أستاذ ميت. مرحبا ابو حميد تفضل. استاذ بس بعد اذنك انا صف تاسع. نعم.
استاذ. نعم نعم احمد، يعني في ندوات مخصصه لصف التاسع. انا صف تاسع. ايه بدي اسالك عن ايش معنات نواس. عفوا ايش معنات نواس؟ انا بس بدي اعرف ايش معنات نواس. نواس، طيب في عندك سؤال بخص التاسع شيء يا احمد؟ في عندك سؤال بخص الصف التاسع يا احمد؟ لا بس حبيت اسال لانه يلا الله كريم بتصير بكالوريا وبتعرف شو يعني نواس. شكرا لاتصالك يا احمد. نتابع اخي غسان تفضل. نعم. إذن هنا ثوابت الحركة وجدنا الثابت الأول. طبعاً يعني كي لا نظلم أحمد نقول لك يا أحمد. أحمد متابع للندوة طبعاً. متابع للندوة لكن غير مشكور يعني. نعم. كلمة نواس يعني أبو حميد ناسا ينوسه يعني جسم. التأرجح. نعم جسم يهتز يتأرجح يهتز إلى جانبي وضع توازن. الحركة عندما يكرر الحركة ذاتها فنقول أنه قد أنجز نوسة كاملة أو هزة كاملة. وإن شاء الله بالبكالوريا بتتعمق أكثر وتعرف يعني مفهوم النوسة والحركة الاهتزازية. تفضل أخي غسان. إذا الثابت الآخر أوميجا زيرو النبض الخاص 2 بي على تي صفر، وبما أنه تي صفر أعطيت لنا إذا الثابت الآخر أصبح جاهزا. بقي الثابت الأخير اللي هو طور ابتدائي للحركة. نعم. نستطيع إيجاده أيضا بالتعويض بتابع الزمني شروط البدء تابع المطار. تمام. يعني أنا برأيي هذا الطلب يعني قد ألم به طالبنا بشكل كثير منيح، فالأوميجا زيرو استنتج من علاقة الدور ما هيك أخي غسان. نعم. والفاي استنتج من شروط البدء، وسنحسب فاي على عجالة. نعم نعم. يعني هذه الطلبات التي تتكرر معه في نواس المرن وفي نواس الفتل هو يعلمها يعلم يعني يعرف إجابتها تماما. إذا أصبح التابع الزمني تيتا تساوي بي على 3 كوساين 2 بي تي، بما أنه فاي صفر فبالتالي الطلب الآخر الثاني احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن. نعم. هنا يعني ما يهمنا بالموضوع لو قيل ضمن السؤال احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها بوضع التوازن طويلة. نعم. يعني هذا السؤال وارد. لو أخفينا كلمة الزاوية وقلنا السرعة الخطية أصبح نواس مرن، وهذا السؤال ورد. نعم. بالنواس المرن. اما هنا يعني كان السؤال واضحا احسب قيمه السرعه الزاويه للساق لحظه مرورها الثاني بوضع التوازن. هنا يجب على الطالب ان يكتب تابع السرعه معوض ثوابت الحركه، طبعا تصلح للتوابع الثلاث سواء للمطال الزاوي او للسرعه الزاويه او للتسارع الزاوي. نعم. نعوض ثوابت الحركه ونعلم نحن ان قيمه السرعه الزاويه عند المرور، يعني انا لدي طريقتان للحل. نعم. أقول أن سرعة الزاوية عند المرور بوضع التوازن هي عظمى، ولكن بقي أن أعرف الجهة. نعم. وإن كان الطالب أيضا أن يقول انطلاقا من التابع الزمني للمطال عند المرور بوضع التوازن تيتا تساوي الصفر، رح يكون الكوساين يساوي الصفر، فالمقابل له بالساين رح يكون أعظمي، ونعود إلى موضوع السرعة. نعم. فهنا نكتب تابع الزمن. لك رأي آخر أستاذ غسان أو طريقة أو هو؟ لا رأي آخر، لكن لنعتم طريقة أستاذ بشار، ولا يفتوى مالك بالمدينة. نعم. أستاذ بشار موجود وهو صاحب الفتوى. يعني أنا دائما وأبدا أنصح طلبتي العودة إلى العناوين الرئيسية. عندما يكتب تابع السرعة ويحدد لحظة زمنية للمرور الثاني ثم يعوض في تابع السرعة الزاوية، هو بذلك يتجنب أي إشكالات ويكون قد حدد مسبقا الجهة، وبالتالي طبعا. ستنتج لديه قيمة معينة السرعة بالإشارة بالإشارة طبعا. قيمة السرعة الزاوية بالإشارة، وبالتالي هنا يعني يكون بغض النظر من أين بدأت الحركة تماما تمام. تمام. يعني في بعض الحلول يمكن أن بما أنه ترك من
زائد تيتا ماكس وتحرك باتجاه المجرم. يعني هناك أكثر من طريقة للحل، لكن برأيي هذه الطريقة هي الأشمل لأي أيا كان وضع البدء، حتى يستطيع استخدامه في النواس المرن. نعم بشا. أكيد، لأنه في النواس المرن ليس بالضرورة أن يبدأ، وهناك مسائل في الكتاب أكيد لا تبدأ من زائد تيتا ماكس، يعني قد... ربع دور ثلاث نعم. ربع دور لا لا نستطيع، لدينا المسألة العامة لا تعمم. المسألة العامة الأولى نعم. يعني تقول في نص السؤال أن لحظة بدء الزمن كان في منتصف المطال الأعظم الموجب، وبالتالي نعم، وبالتالي هنا يعني لا يمكن أن يحتاج إلى ربع دور لأنها لحظة المرور الأول. على كلا الأحوال يعني طلبتنا الأعزاء دائما العودة إلى العنوان الرئيسي هي يعني تنهي كل المشاكل التي يمكن أن تظهر لكم. كثير من الطلاب يقولون لك تي تساوي زمن المرور هو ربع الدور، ولكن هنا انتبهوا أنه قال المرور الثاني ولم يقل المرور الأول، إذن علينا أن نضيف كمان نصف دور آخر جديد وهكذا. يعني هنا ستدخلون بعمليات حسابية ذهنية يعني لا طائل منها ولا تغني. لو عدتم إلى العلاقة الأساسية المعادلة السرعة الزاوية، حسبتم اللحظة الزمنية التي يمر بها المتحرك في موضع التوازن، عوضنا عن فاي تساوي الصفر كما تفضل أخي غسام، فالكوساين يساوي الصفر، 2 بي تي كوساينا صفر معنى 2 بي تي هي بيع 2 وعدد فردي. فالمرور الثاني سيكون، لأن يعني أول زاوية تكون كوساينا صفر هي البيع 2، الزاوية الثانية التي كوساينا صفر هي 3 بيع 2 نعم. وبالتالي يعني عمليات حسابية 2 بي تي يساوي إلى 3 بيع 2، نختصر البي مع البي مطرفين فنحصل على قيمة الزمن، نعوض عن زمن وثوابت المطال ثوابت الحركة التي هي أوميجا زيرو وتيتا ماكس وفاي، ثم مع الزمن نعوض عنها في تابع السرعة الزاوية فنحصل على قيمة السرعة بإشارتها. تمام. أيضا يعني هناك علاقة أتى بها النص يعني كما في النواس المرن. نعم. فيما لو الطالب كتب للإيضاح بما أنه مرور ثاني فهو في الاتجاه فالاتجاه الموجب نعم، وبالتالي وضع التوازن السرعة عظمى موجبة نعم. وكتب أوميجا زيرو بإكس بتيتا ماكس نعم، هو سيسند. هل يوجد إشكال في ذلك؟ لا 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 نعم. أنا قلت تماما عليك أن تعود بالإسناد، يعني أنا نعم. عندما أكتب أوميجا تساوي زائد أوميجا زيرو تيتا ماكس هي إجابة ويعلل. صحيحة هي إجابة صحيحة نعم. لكنه لم يعلل أيوة. لماذا هي زائد إجابة منقوصة نعم. فأنا كما قلت نعم كما قلت يعني يجب أن يكون هناك إسناد لما نعم. يكتبه الطالب. كتبت أوميجا زيرو تيتا ماكس، أنا أسندت ذلك إلى أنني أعلم تماما أيها المدرس الكريم مصحيح. أننا نحن في مرور الثاني هناك اتجاه موجب إذن، وبالتالي قيمة السرعة ستكون موجبة، فأنا كتبت هذا الكلام وعوضت هنا ينال العلامة غير منقوصة، ولكن إن لم يكن قد علل سيخسر جزء من العلامة. فهذا هو يعني المفتاح لكل المسائل. أنا ما يعنيني لم يتبقى لدينا زملاء يعني نص دقيقة واحدة يعني ما عاد في عنا وقت. غيرنا الكتل نعم. على عجالة أخي غسام كيف تتغير آي دلتا؟ يعني أخي بشار النص يقول أن على الساق قد حمل كتلتين نعم، إم واحد وإم وقال في طرفي الساق وفي طرفي الساق نعم. هذا يقول أن M1 وM2 متماثلتين وتساوي 75 غرام نعم، وهنا لابد من تحويلها إلى كيلوغرام نعم. وR1 يساوي R2 يساوي 20 سنتي، وهذا لابد من تحويله إلى متر نعم نعم. بتطبيق العلاقة I دلتا كتل نسميه I دلتا فتحة مثلا 2 M1 R1 مربع وبتعويض الأرقام يكون لدينا جواب 6 ضرب 10 قوة ناقص 3 كيلوغرام متر مربع. منضيفة لآي دلتا حول السي فنحصل على آي دلتا الجملة الجديدة. يعني لم يتبقى لدينا. لكن الإشكال كلمة أخيرة. تفضل. هنا لابد من نسب علاقتي الدورين أخي بشار. لمننا نجعل قيمة كي. من كي. نعم نعم. إذن إشارة جدا مهمة أعزائنا الطلاب.
عندما يكون احد القيم او احد المقادير في العلاقه مجهول، ابحثوا عن نسب العلاقات بعضها الى بعض. يعني انا باخذ علاقه الدور من دون كتل مع علاقه الدور مع الكتل، فبنوصل الى علاقه تي زيرو على تي زيرو فتحه يساوي تحت الجذر اي دلتا من دون كتل الى اي دلتا مع كتل. ولم يسعفنا الوقت لكي نكمل، ان شاء الله سنمر على ذلك في الندوه القادمه النواس الثقلي. في نهاية هذه الندوة اسمحوا لي أن أشكر ضيفي غسان إبراهيم من وجه اختصاصي تربية دمشق، غسان لحام من وجه اختصاصي تربية دمشق. أيضا اسمحوا لي باسمكم أن أشكر الزملاء الفنيين العاملين في القناة التربوية، والشكر الأكبر لكم أنتم أبناء الطلاب، على أمل لقاء بكم في ندوة لاحقة إن شاء الله.